هذا وقد أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين أن استمرار قناة الجزيرة وفق أسلوب ممنهج في استهداف مملكة البحرين لا يتسق مع متطلبات التوافق الخليجي ولا يراعي المصلحة العليا لدول مجلس التعاون الخليجي. أضاف السيسي أن النهج الإعلامي الذي تسير عليه الجزيرة في تعاطيها مع الملفات الداخلية لمملكة البحرين يستدعي اتخاذ إجراءات جادة من الحكومة القطرية، وذلك حرصا على تنفيذ بنود بيان العلا والذي التزمت به البحرين منذ اليوم الأول من خلال الإسراع بمعالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية، في حين أن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا. بيّن السيسي أن البحرين لا زالت تبدي حسن النية من خلال الدعوات التي وجهتها إلى قطر، والتي كان آخرها الرسالة البحرينية الرسمية التي حملها وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في مملكة البحرين، وتسلمها وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري بهدف تجديد الدعوة لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بين الجانبين.